فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الموحد العاصي بعد موته هل يكون عذابه في القبر أو أنه يعذب بعد البعث والمحشر؟ يا أخي هذا إلى الله، ما ندري عنه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، من العلماء هو من تحت المشيئة، هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، يكفي أن تقول هذا. نعم.